الخير صباح الخير صباح الخير اخي بس هاي غدوه هاتي بوس الجد جدي اسبيك جيت وحدك وما جبتش معاك المدام نتاعي حتى ما في باليش بروحي عرستو عندي مدام شبيك يا جدي يا اخي نسيت ما كتبت زداق على ميمه كبيره غد هي ولت ميمه وانا ليه نا عندي ميمه واحده ربي فضلها لي سعد من الغالي يا قلب يا روح يا غد ويا عسل يا رب يا رب يا خيل لا اليوم باش نمشي هنا سعدون نخطبوا بنت عباس مبروك سي سعد يخي ماكش خايف العباس لا يعمل ليك بعض العمايل ولا تصالحته البركه في سعدون تفهمت هي ويا وهنيه والهانيه وكل شيء على احسن ما يرى اش قولك يا سعيد خويا تمشي معانا يمشي معانا وعلاش ليه خلي هنايا مش كيفك ما تحبش تعرفني على خطيبتي قال لي ما تشوف مرتي كان شهر بعد العرس كنيش بكري اتهنى مش ني ماشي معاك ما نمشي معاك لما نتخلص من المصيبه اللي هبطت على راسي ايش من مصيبه يا خيل غلط تيخرج العدل من السبيطار وتتصلح عامله وعملت هبيدي راني نايلي شرط ودبرت جاي بعدل مكمل لو كان يموت نكمل بقيت عمري مع واحد بلاك رمتي تضحك انت عجبتك راح يا سيدي انت هم اللي نعمه كيفاش يا خيل ينورني الله ينورك عامل لي فيها فاك تور تكون الدنيا دنيا راك دبرت لي مراه ورا ما صارش فيا هذا واش بيك تغششت هو كدي تشوف انت وكبيرة فرد عمر وفرد كلاس معناها تصلحوا ببعضكم كلام صعب بس سعدي الحق الحق هي تصلح بيك مش كيف هالبناويت الشناتة اللي تتراقص ايه العيب مش فيك منت العيب فيه انا اللي جايك مع الصباح مش تتمسخروا علي اي غدا بنتي صبي لي كاجو هاسمي عاك بني صحيح انت غلبتيني في الشوط الاول اما بالحيله انا باش نعكس عليك الهجوم في الشوط الثاني ونربح كلان كانش عاد باش يحامي معاك لربيت ها ايا خم طيب القهوه الساعه ما عيني في قهوه لن لا لا حنا مش بالحيله بالقانون نعرفك اللي انت قاريه بالسوري حتى انا سنه هني نقرا بالفصحى العربيه ومتظلعه في القانون مال بالله القانون وين قريته وين قريته؟ ألا لا ما فهمش برنامج متاع قانون يتعدى في الراديون ولا في التلفزة وما نشوفوش وما نسمعوش ونعرف كيفاش نجيب حقي بالقانون كيفاش استنى؟ نستنى فك العدلك اللي يدهدس يخرج من السبيطار هسم ونحل فيكم نازلة انتي وهو هيا هو تقدم به قضية صح؟ أما أنا تقدم بيه قضية فاش قامش مدخلني أنا بدي متزرة كيفك هبة هبة انتي أنا لا متزرة شوفي الكذب متاع العزايز ولت متضرة انتي غرتي على سعيد القاري وكتبتي عليه الزداق والراجل لا في باله ولا في دريته وانتي يا لله باش تطيري بالفرح وتقول لي متضرة بيه شو تحب هيا لله نا لله مشي نكرتش بيك هي جيت باش نعلم فيك اللي باش نطعن في الزداق فهمتيها كلمة نطعن ولا لا ليه ما فهمتيش معنتها هيا لله هاني باش نفهمك شوف انا باش نمشي للحاكم ونقول لي اللي صداقي عالبرني غلط وانتي السبب وايه ونزيد نقول لي هلالا اللي انتي والعدل دنيتو ملعوب وفكيتي لي خطيبي نطلب من الحاكم يرجع لي خطيبي سعيد منين سامحك باش ما تدخليش للحبس والله يعطيك الصحه حسين وبارك الله فيك اما اسمع يا بنت سعيده حط في بالك اللي انا راني مانيش مسلمه في سعيد او اسمعي نقول ليك كبيره وهالخجله اللي تشوفي فيها ورحمه بي ورحمه جده مخطى في قبرها الا ما نشعل فيك النار فهمتي ولا لا ما انا متفاهمين نا واللي معايا مع فين من خلاص بامر من ولد الحاج عرفك ينقش وضعك سي البرني انت واصحابك بامر من ولد الحاج عارفي من اليوم لعفات الغاب تخلصوا تشربوا ما تخلصوش ما تشربوش وحتى الكراسي اللي قاعدين عليهم ما عندكمش الحق فيهم الا ما تاخذوا مشروب وتخلصوا شبيك تتحدث هكا مع عم البرني لا غر اللي لا ينفع ولا يضر ولا يذوب حديد ولا حجر انا يا نيا والبوالي تبعت البرني الزوالي بقول تواضع يا وخيالي ضعت وضعت احوالي السلام عليكم وعليكم السلام عجبتكم البطاله والقعده في القهوه سي سعد واش عملت لنا مكروه وعطنا باش رجعنا للخدمه ما برو طول كاتب العام تاع البلديه
اعملوا تعاهد باش ما عادش تغيبوا على الخدمة ولا تغادروا من غير ما تشاوروا الشيف. هاي بر غلطة سي السعدي ما عادش تعاهد. والله يعيننا ونحن نبوس لهم في ايديهم بكل تواضع باش يسامحونا. والله رانا ناكلوا في صوابعنا من دم سي السعدي. هاي قطعت عليا شو سايبك؟ شو سايبك؟ بر اخذوا ربي فيس اخذوا ربي. الله يخليك يا السعدي. بر وحدك يا السعدي. سي سعيد كيف تحية سمعت بخبر كتبان صداقك على كبيرة تغشت وبالوقت جاتني في حالة لا يوريك ولا يروعك. وتعرفش قتلي سفيني انتخ سعيد موا من فم البير ولا من القاعو. الكذاب الخايب ما عادش نحب نسمع باسمه. يعجبك توا صلي على النبي مدام لك تبت صداق ولا هم يحزنون. ايه الحكاية وما فيها العدل طلع عليه السكر ضبط عيني في عوذي قيد مشهود اكتب لي نزاك. جي هاك قلتها بفمك اللي كاتب عليها صداق. يعني كبيرة مرتك وانت كاتب عليها صداق. يا شدلية افهميني يرحم والديك. ايه الحكاية بكلها غلطة ودوب ما يخرج العدل من السبيطار تتصلح وكل حد يمشي في حال. مالا خلي الامر يستراح وقت اللي تتصلح الغلطة وقتها نعاود نتصل بها ونقابلها بيك وانت اقنعها لي ما كذبتش خاطر هي تموت تموت وتفوت من الكذب. والله عندها الحق. لا ما نجمش نستنى. نحبك تمشي لها اليوم وتفهمها وتقنعها لينا مش نكذب ونا عمري ما كذبت في حياتي ونا ما زلت راغب فيها. شوف انا نوعدك اللي باش نحاول اما ما نضمن لك شيء. تي المراه خرجت من عقلها مسكينه. وش هي رايك لو كان تجي بها للدار لعل وعساك تشوفني كيفاش عايش وفين نسكن تولي راغبه فيا اكثر. ماش باش نقول لك فكره باهيه اما اما تعرفي المثل اللي يقول لك اعمل تلقى. وانا اش تعرفني سي سعيد مش ما نعمل كان الباهي اللي يرضيك. نعرفك قدابه نحبك دوب ما تتفهمي معاه وتحدوا موعد تعملي لي تليفون. تهنى. السلام عليكم. وعليك السلام. هيا وينك يا سعد؟ هاي يا سي حسن هاي البيتان تعول. الله يكثر خيرك يا سي السعدي. الله يرحم والديك. تستنى السعد شوية رازلك. لا راني واعدك أول جواب باش تجيبهولي باش نخلص لك المبروك. المبروك وصلنا إن شاء الله مرة أخرى. قول يا سي السعدي والبيتان تعول شكون هو؟ مازلت ما جيتش. مازلت ما جيتش. لو كان باش تجيب لي جواب فيه خبر خايب راك جبتها على الصباح يا شماي. قول شو ليه يا سي السعدي؟ باش تعود كل مرة تتفكرني بجواب فيه خبر باهي ومزيان كيفها. فاش ارتاح عيش. اسمعني احسن اخويا يا لو كان نهار يطحل في وجهك باب العرش ها انت تهز عينيك للسما باش تطلب ربي وصي انفصل تسكر عليك. جبت شكل فشفاش اضرب بيها بربي عاود شزيت هنيك نسمع من جديد باش تطلب ربي صيبة من العشاء تسكر. هو كمان يدعي الفيبرور بقلبه يا سي سعدي. هاي النصبة قدام خذ منها وش تحب انت مبروك الجواب. هذه نصبة بتاع دخان ولا مركب تجاري؟ داك تبيع في الفيرالجو والدخان والحلوى والقلوب واللعب يبيع في كل شيء. هم جماعة شاكوا حلوا له النصبة هذه باش يخدم على روح. وهاك تشوف سيدي خيرات ربي كل فيها حتى من لبان عندها السيد والدخان من غير ما نحكي لك. هاك تشوف هذه فارغة وهذه فارغة وهذه تشوف فيها من ثميك زادة فارغة. ها أمور ماشي الحمد لله. عنده الحق مدام الدخان فيه مدخول. تاش من مدخول يا راجل؟ المدخول كل في الوري. الراجل الدخان كل حرق عليه كل ما نشوفه خشم وفمه يدخلوا كالشمينية. الله غالب سي سعدي. نعرف المضر بالصح لم كنتي ما نجيبش نسلم فيه. يا حسن يا حسن شوفوا لك عيبتين الفرنكو يصلح يصلح رايك نحس لروحي مزوغ والقريب عاملة في. لا لا انت يلزمك حاجة باش تنشط جو مثلا ولا تشرب طرنجية يلزمك تتغلب على البرودة وما تخليهاش تتغلب عليك. شوف سي السعدي ما تقلبش الحديث راني بعلمي بك باش تمشي تخدم بنت عباس ونا ما تستعنيش لا انت لا نسيبك مو هكا ماشي خطبة خطبة نجم تقول حس التعارف
هي ونحب نحضر فيها هذه حزة التعارف. اسحي وحدك ولا معاك لومبيرونس؟ كثر خير سي السعدي، كلم علينا الكاتب العام رجعنا نخدم. اي قولي كثر خير هنا. من هنا كلمت سي السعدي باش يكلم سي الكاتب العام. انت ما حبيتش يا اخي نسيت. هاي يزم الحديث وتحرك يخدم على الروح. كبران يحكي معاك. اشليها الامور؟ ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الدرس ومعاش تسيبوا خدمكم وتمشيوا تحوسوا. سي الشيف ناب سيفتي كبران قررت مليون باش نزيدوا نص ساعة خدمة مجانا عقاب باش ما عادش نطولوا لسناتنا على عرفات. وانا بسيفتي الشيف قررت باش نعفيك من المسؤولية هذه. مليون ما عادش انت الكبران يا سي بالعيد. الشيف بكل تواضع وبوصفي الكبران الجديد قررت باش نزيدوا ساعة كاملة مجانا مش نص ساعة هكاك باش ما عادش نعاودوا صنعتنا. نقدم لكم الكبران الجديد اللي باش يولي يقرر وينفذ بعد اذني موافقتي. سي المهف يظل غني على التعريف. شرفنا بالكبران المهف. اسمع من اليوم نحبكم تتعاونوا معاه وتسمعوا كلامه مفهوم؟ وانت سي المهف عندك صلاحيات كبران تتصرف في حدود القانون. حاضر عارف مفهوم. طيب اخدموا ارواحكم. اسمعوا يا جماعه انا راني ما عنديش وين يدور الريح راني كشطة ورب. اللي حب يخدم يتفضل واللي ما يحبش غيره يستنى. يلا كل واحد يشد خدم. يا سلام تقلبت عليك الدنيا وانت لهنا؟ ماني وليت كبران على الفرح وبالعيد. هيا مبروك. انا رد بالك راهو اللي طلعك يهبطك. تقصد سي السعدي؟ اي نعم سي السعدي ولد اختي هو اللي يدبر هينك هو اللي نحي هينك ودلي لك ملك. شنو المطلوب مني يا سي سعيد؟ المطلوب منك تحكي لي على اللي صار في دار قبيره بالباو تاعو ما تكذبش وسرك في بير ونزيد ندرهمك. وراسك يا عم. يا خال يا سي سعيد وراس قبيره ما نعرف شيء حتى العادل انت اللي تعرف وانت اللي بعثتني ليه. تو تحب تفهمني اللي الحكايه ما هيش مؤامره علي انا. وراسك الحكايه جت عفوي العدل غلط وكهو خينا باش نتأمر عليك انت. انت راك في عوض باب. لا 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 في عوض جد. راسي شعر شيب ما فيش وهو حيط لي يا جدي زيد يحب يطيح لي المورا. السلام عليكم. وعليك السلام. اهلا بسي السعدي اليوم زاد جايب لي فاتوره. لا لا هراش سامحني تقيخ. تفضل. قله النوم عملت لي مشكل ليل وطول وما نرقدش من الدوران والخدمه برشا. لا لا هراش هذا رقم مسترسل تعمل بزيه تشوف لي دواء يجيب النوم تو سويت دوب ما نشرب ونرقد تو سويت. هاي سي السعدي هذا دواء هاي برشا انا تستعمل حربوشتين في النهار. تفضل. ثبت زعما دوبا نشرب ونهبط. تهنى وتمام. قيد على الحساب. قدامك حلين يا تلمي حوايجك وتروحي معايا يا نقدم بيك قضيه في اهمال عيال. عيال ولد ذري خلاص ونروح معاك انت ابرني بوهالي ولا نشكي بيك. حليل تسمعي فيه واش يقول يا جميله؟ تحبي الحق الراجل كاتب عليك صداع يعني انت مرته ويزمك وين هو وين انت؟ ها والكلام الصندي وجاي من عند مرت ولدك. يعطيك الصحة يا بنيتي. أي قو تخرجي معايا ولا لا؟ لا الحن هي قاعدة هنا مش لي خير وقدامك الحاك برش كبير. هاي على راحتك يا مدام ما تحبيش تمشي معايا أعطونا قعدنا معاك. يا جميل بري طيبي لي قهوة وحطي لي فيها زيت سكر. حاضر عمي بول. ها بنت حيدان يرحم والدي بري جيبي لي ملعفة غطيني بها. الله بيك تحب ملحفة؟ نجيب لك ملح. لا وش ندرني هنا هنا
ابن سعيدان وينك الراحي؟ هاي يا سيدي هاني جبت لك مالح اتبردت اللي هي يرحم والدي. حليل حليل ايش عملت لك؟ شهز ها خذ قراوي اخرج من هنا اخرج خير مال عصاطه وكسرها على دماغك اخرج اخرج هنا في بالي بيك راجل فينو بنعرف وش تعمل في دار يا ناري ثم راجل يقول مرته قل اش تعمل في داري مرتي بمرت وش هي مرت شنو بمرت وش هي اسمعني سي سعيد ايا برا امشي اقعد وهالتو نطيب لك قهوه من يدي المليح ومادام انا طيبت الفطور تو نجي نقعد بحديك نونسك تونسيني وطيبي لي قهوه هاي القهوه هاو الفطور اخرجي من بعد اخرجي بشوية تيخرج بشوية وسع بيلك نحب نعرف كيفاش دخلت داري في غير برد دمك يا سي سعيد برد دمك يهديك اسمعني الساعة باهي لالا هاني نسمع فيك المفيد احكي نحب نعرف كيفاش دخلت داري شوف يا سي سعيد انا راني بنت ليلة كاملة وانا نخمم قلت يا كبايرة وين راجلك وين انت ما نكذبش عليك لميت حوايجي وجيت نلقى سعدية يعطيها الصحة ويكثر خيرها قبلتني اللي قلك بالقدي والمعنى يا ويني سعدية سعدية روحت نروح عليها ما هي تحذر في روحها لخطبة السعدي هي استدعتني في الحقيقة مش نحذر وأكدت علي يا أخي أنا قلت لها لا أنا ما نمشي ونحذر معك إلا ما نشاور المسيو سي سعيد بالطبيعة لا المسيو بتاعك أنت أي هك وما في باريس باهي راهي بالك اي لالا المسيو بتاعك يقول لك سامحيني من داري ويا سي سعيد كيفاه ما في بالك شي اي سيدي كتبت عليا صديق صححت فيه انا وياك وشهود قدام اختك وقدام ولد اختك والحاضرين الكل في الاخر سي سعيد تقول لي ما في باليش انت تعرفي لي الحكايه كلها غلط ودوب ما يخرج العدل من السبيطار تتصلح ملا هاي فرصة سي سعيد قل لي شنو رايك من هنا الوقت نقعدوا مع بعضنا لعل نتفاهموا في الطبيعة نولي ونعدي وبقية حياتنا جميع اي سعدية جد تو نتفاهم معها دخلك لداري في غيابي باك ادخلي الباب محلول عسلامة سعيد عسلامة يا أخي مش قلت لك قبل ما تجي عملي لي تليفون هو تليفونك ما يجاوبش ما هو يقول لك صدفة خير من ألف ميعاد هنا تعرفنا على المدام الجديدة هذه المدام يا سي سعيد ولا أنا غالطة إن عم عزيزة إن المدى وبصديقي مصحح فيه سي سعيد وشهود زيدا يزي بلا كذب يزي بلا كذب يا فتحية والله تكذب راي تكذب باش هدي راي تكذب راي غلطة وغلطها العدل الله يسامحه ولا ناس عيد الجارس ناخذ عزوزك هذي يا فتحية اضربيني بكف كان لا مازلت لا غلط ونصحح على حاجة انتي راني مشيت نصحح كشاهد وليت عريس توا هذا كلام تقوله سي سعيد يا اخي انا كان ما جيت شي مرتك مالاش نعمل في الدار اللي يقول لك من الصباح وانا نقضي قديت الدار وفوحتها وهاني توا نطيب في الفطور يا امراه احشمي يزي من الكذب يزي من الكذب يا شهريه راهي تكذب يا فتحيه راهي تكذب راهي دخلت لداري في غياب شفتي الفاليز بتاعي تو كنت باش نطردها قبل ما تدخلوا انت تحسبني بوهاليه باش يجد عليا الكذب بتاعك يا كذابه يا سي سعيد بالله يزي من الكلام اذا فما غلطه بالحق تو تظهر هيا فتحيه هيا انستك بعزوزتك يا باي سعيد Thank you.
عليكم السلام. شو حصلت شوية يا سي علي؟ هاك تشوف أخويا السعدي راني أخوك في حالة وحتى عيني مش تخليهم محلولين. هاو دواي نشط استعمل فيه هنا، عديت للدار جبت ليك منه، أضرب منه حربوشين ولا ثلاثة طوى تولي كير حصان. أعمل كدف وناسي سعد الحنان الحد ننجز كيف علي. أنت لا. وليش لا؟ على خاطر كان طوشت الزوز طوى تتعارف. بلا ناسي سعد الخي أقرح حسابي في حربوشتين للليل قتل الكحل تخليش نربي. علي بس السعد علي هو يشغل في السابع النوم. هاي دخلوا البراك. هاي حطيهم الكل راهو زي الساعتي. باه ها اخي التو ما بديتوا في الفطور. هنا نحضروا فيه بي. هاي القضيه اللي وصيتوا عليها الكل. يعطيك الصحه عباس. حتى انا راني ما عملتها مع السعدي كان الخير. ديما نفوشك فيه وهو يعطيه الصحه ما ياخذش عليه. ها ولدي السعدي انا نعرف ناس ملاح والدص. هذاك علاش انا حبيت نفرح بيه بالباهي ونكرمه. حتى انا ما تتصورش قداش فرحانه كيفاش الناس بوه. تعرف يا امراه يظهر لي الغله شويه خليني مش نزيد نتفتف. شكون يعرف سعديه تجيب ضيافه معاها بزايد. هيا يا سي عباس بعد التراكتور متاعك خلينا نخدمه على الارواح. الله يبارك هاني باش نخدم التراكتور ونمشي. بالله تهنى نسيه كل الجماعه يكسوا قدام الدار والممشى تاع الدار. لا يا سي عباس الكياس برك الماده لا. يهديك تعمل مزيه على اخوك راني عندي خطبه اليوم. حك جنابك عاونهم زوا ولا راه يستاهلوا كل خير. الله يبارك. هم 3000 اقسموه كل واحد دينار دينار. الله يبارك. اي بسلامه تو ربي يعينكم. سلامات. هذا دينار لي انا وهذا دينار للشيف وهذا دينار للجماعه والجماعه الواه فرح بالعيد التروتوار والممشى متاع دار عباس تابعين الخد. يلا اهلا بك. شو احوالك؟ خير وعامل مسد. حل خشوف حل. يا بس ما يقول كان لبالي سكر عليه ما تخليش كوني قلق ولا يفيقوا من النوم. هاك تعس عليه وعلى النصب. ها سي سعد تو بالله مش نقعد مربوط على خاطر ولا كيف ازاي بعد المغرب بالله مش مهم المفيد ياخذ غرضه من النوم ويرتاح.
اليوم لي وغدوه ليك، وكما يقولوا المتسلفه مردود. الله يبارك على خاطرك يا سي سعد. عاود تسكر عليه الباب وارمي المفتاح في جيبه. الله يبارك. العيب مش فيك انت، العيب فيا انا اللي عطيتك مفتاحي. هاي هاتي مفتاح الدار. شكوني هالمرأة المزيانة اللي تغششت على خاطرها؟ يا غادة، المرأة هذه مرأة باهية ومزيانة، مازلت كي تعرفت عليها، واسمها فتحية، فهمت بنتي؟ هاي هاتي المفتاح. شد ها مفتاح. المفتاح مفتاحنا نحنا، مانيش عطيتهولك، والدار دارنا، ندخلوا لها وقت اللي نحبوا. اسمعي يا غادة. شكون؟ زهور البريدة. باهي باهي. جماعة البوسطة قدام الباب. اسمعي يا غادة، خلي المفتاح عندك، أنا على شرط. ما تدخلي للدار كان اللي راضي عليه لا. واللي راضين عليه نحنا ثانا، وهذه فتحية اللي تغششت على خاطرها، أنا مانيش راضي عليها، وما نخليهاش تدخل لدارنا. لا يا غادة، هذيك أنا نسامحها وراضي عليها، ونحبك أنت ثانا تسامحها وترضي عليها، وكيف تجي للدار تحلي لها الباب على ثرتين وتستقبلها وتفرحي بها. شد البوسطة جابت لك قطة نوار. أشكون زعمة هالي تفكرنا بالنوار؟ مبروك زواجك من كبيرة، وإن شاء الله بالهنا والذرية الصالحة. عجبتك تضحك يا أعوان وإطارات الغابات. من الظبيط. شد يا غابي شد. محليه البوكي دو فلوغ يا جدي. شنو رايك في الخدمة عارف؟ لا يعطيك الصحة، ناج من نوله للآخر ونظيف ويعمل كيف. معايا نات كركير لا، هذه نظف الكواغت وخلي الحشيش لا ثاني. هكا نحبك، اسمعني، كل ما أمور الخدمة تمشي، كل ما تبدأ قريب مني، أمورك تمشي ونعاونك على الترسيب. عارف، قدرة ربي ما تشوف مني كان الخير. هكا هو، نحن نخدم، هو يقبض ويقسم هو الشيف. هنا مقرد عليا، على الصباح شريت ليه كاس كروت من عندي، ومن بعد زدت شريت ليه كاستين من القهوة. ليه هكاك الحق يخاف مني، ما انا حاليا كان حقبك ودخانك اهو. وب 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 وب، من المنشار طالع ياكل هابط ياكل. هاي الاولاد اخ مارواك مربي عينك. بالعيد تحرك، الوقفه لها، خدمك المصلح حي، انظف انظف. مالي قلت لك يخاف مني، ما قلتش يكلمني. لا وانت فارح، تحرك برا جيب لي جازوز، ريكي شاح. حاضر عارف. وشي تحب نوقفك على الخدمة؟ هيا تحرك تحرك تحرك. واقي نطلع ما يخافش مني بكل طوام. هيا تحرك. حاضر عارف. تعرف يا خالي تتال هانية مزهارة برشا كيفاش دو خطبتك الاخرين باش تخطبها هيا. نال مزهار، على خاطر هذه أول مرة نختار خطيبتي وحدي. أغاد خالي سعيد مازال شد صحيح ما يجيش معانا؟ جدي متخشش وزاد تخشش كي جا هالبوكي دو فلو، خليه وخرج ونابش نهزه معايا تتال هانية. خمسة وخميس خمسة وخميس، تبارك الله على ولدي، خمسة وخميس عليك. إز يا سعدون عجعجتيها بالبخور. إيش خير من البخور يا وليدي؟ الريحة الطيبة ويبعد عليك العين والنفس. إلا عينها معلي البليخ ما يحكش فيها البخور. إن شاء الله بنيتي ما يجيش اليوم. ضمنت عليه، قدرة ربي ما يدور بدار عباس، كان ما كل شيء يتم ونروح. إن شاء الله. زعما وليدي؟ اتهني من ناحية علي الملاخ حطيته تحت لقامة الجبرية. وش معناها لقامة الجبرية؟ معناها حطيته في الحبس. هاي ما عادش بك، أتنفسر لكم في الثلي هاي. سامحني سامحني
تعرفش عباس بن محمد بن عباس العفاس؟ يعفس في تسجيل مقاول تسمع به المثل هذا؟ اي نسمع به علاه. كيفاش تحبي نعرف اسمك طوله فقره من غير ما تقول لي وين يسكن واش يعمل؟ وين يسكن؟ اي حي دغباجه. شيخدم اي عمل حره. انا مش نعطيك على حي دغباجه. كان غادي ينعطوك على سي العفاس غفاص ماشي هكا. بارك الله فيك. بارك الله. اسمع عباس هاني نبه عليك، رد بالك تجيب سيرة خطبة السعدي لبنت أم الخير. الله يبارك لله. الله يبارك. وحاجة أخرى، كي نبدو نحكوا على ملاك ما تبداش تتشرط وتمغط في رجليك. الموضوع هذا ناي نوصيك عليه، أنت اللي تتشرطي مش ناي. لا عاد بي سامحوني الاثنين، صحيح راهي الموافقة من حقكم، أما طلبات راهي حقينا، وصحيح السعدي راهو ما جاي يخطب لما عطيتونا الموافقة، هاو الرسمي. بنيتي مادام انت موافقه حتى نحن موافقين. تحبي تتشرطي ما تحبيش انت حر، اما حويجه واحده موضوع الصيغه انا عندي في منقول. لا عاد يما انا راني مانيش للبيع لا بالذهب ولا بالفضه، والموضوع هذا يخصني انا، وانا راه ما نحبش شكون يتدخل لي. عايش يما. ليه تعاركت ناوي السعدي مرتين وما خداش في خاطره مني وجاي يخطب؟ مشي يا السعدي جبت الوالده وغاده باش جاي تصلبيت الباي تفضل. يا ولدي يا ولدي يا حسن يا حسن يا حسن جيت نطلع انا عليه ونحب نتهنى عليه. والله يفيك الخير تعمل دوره وجيت نطلع عليه. ما فزش في بلده مش خد لبس عليه. حل برك. هاي عم علي ايش في عم علي مريضة؟ احنيني الطفلة التلتة راعتي التلتة جزك. هاي نخبر هاي فك عليه بشر عليه وهنين عليه. يا اخي مش قلت عم علي في الاقامه الجبريه والاقامه الجبريه ما هي الحبس؟ حليلي حليلي يا غاده بني اخي عقلك فين سارع؟ قولي لا يا ترى اثنيه كامل وخالك يحكي لي لا ويعاود ويثبت وانت ما فهمتي شيء. خل من هنا خرج من هنا. نقصد في الحبس البرك عمك علي مريض بالقريب شاب تويرقد. توفي يعطيك الصحة صحتك. هاي يا هاي فتحية من قبل جافلة وكملت لقاتك بيرة عندك في الدار. توا انسى عاد ونحيها الجملة من بالك. الله يسامحها كبيرة قضيت لي على مستقبلي وهنايا. لا مستقبلك وهناك انا مسؤول عليهم. يا ولدي تهنى وطمان غيرها موجود وانت على شكون ترضى؟ هي من حينك عاد شوفي لي وحيده تتوفر فيها المواصفات اللي نحب عليها انا. نعرفك اش تحب. شوف نختارهم لك بالكعبه ونجيب لك وانت تختار اشكون كيفك. وكل خطوه بحسنتين. عاد انا هكاك نعرفك كريم ويديك سخيه. ما يغلى عليك شيء غير هنيني برك. هيا بالسلامة. استنى نوصلك للباب. لا 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 ما تعبيش روحك نعرف الباب. بالسلامة. شو جايبها من هنا هي؟ يا اخي حق جبت معاك خبزة جاتو ولا ولا وشي؟ لا لا الدلاعة لا. جاب ربي ما فاقوش بيا ولا راني تفضحت. نبهاني خارج من دار شادي الحلال. اهلا. السلام عليكم. بربي نلوج دار عباس بن محمد بن عباس العفاس. تعرف ايش؟ عندك الزهر يكسر العجر. شفت المراه والراجل هذو؟ هاي هذيك سعديه اختي والسعدي ولدها. ماشيين لدار عباس اللي تحكي عليه. اخلط عليهم ومشي معاه. بارك الله في تحية. بالله سامحني. تفضل شكون سيادك؟ عدل تنفيذ. يقول لوسيا. اسمعني
رد بالك وتقول لهم راني عادل تنفيذ، راه ما يهزوكش معاك. عبوه قوي، بارك الله فيك. فكرة هاي لازم. سلام يا سيسادي. يا سيسادي مين طلع لي؟ ها سيسادي، ما نشغل. والجواب صحيح، وانا اسمي غاده. وانت امي ساديه هكا ولا لا؟ والجواب صحيح. هو انا فرحانك يا حسين الشرف اني تعرفت عليك في النهار المبروك السعيد، نهار الافراح والمسرات. بارك الله فيك. وليدي كلامك عسل لي قطر. قولي سي سعدي، سيادتك ماشي دار سي عباس بن محمد بن عباس العفاس؟ اي نعم. حتى انا ماشي له. هيا مالا وليدي نونسوا بعضانا. ما فهمتش شنو؟ السعدي هاو مشى هاو جا هاو مشى هاو جا ويجد على علي ويفرح كيك يا رجل. علي خويا رجعتي، طيحتي قلبي يا ابو رجعتي. شن لعب دري تلعب فيه؟ حل علي الباب. احسنت بالله، حرام سعتهم لي السعر. شو بسيط رقد قمت ناشط بالحرام نضرب حيط ليده. شو خوك خوك علي الملاخ؟ هاو علي الملاخ هاو. هذا كله من الحرامش اخويا، راه من الحرامش. اي تضرب النوم ولا نعس عليك وانا نصدر. ايش علي لهنا سعد؟ ايش علي لهنا؟ قول لي سعد، كيفاش لا مسكر علي البراكه والمفتاح؟ البراكه بجيبك؟ هو السعدي واللي وصاني علي خويا قال لي سكر علي الباب ورد باك وتخلي شكون يحير. ساره خايفين عليا؟ اما لا سيدي نحلمك، هاني فزيت لكم في فورمة طنطن. هذا كله راهو من الحرب، شو راهو من الحرب؟ رجع نفس سعد، رجع نفس. مرحبا مرحبا بكم. سمحنا يا سي عباس، كان وخرنا عليكم شويه. لا جيتوا في وقتكم وتو نحضر الفطور. اشنو سي عباس؟ الفطور منصوب على الطاوله وتقلي توك حضر؟ تفضل يا سي. هاني ماشي يا ولدي. تفضلوا اقعد، تفضلوا اقعد افطر. نحن رانا نحبوا الضيف ونفرحوا بيه. الشربه هاي لازم تعمل 66 كيف. هنيه هنيه. هنعم عباس هاني جاي. هنعم زيد الشربه لسي. هاني ماشي يا ولدي. اقعد افطر. تفضل اقعد افطر. لو خلي برك. تفضل تفضل بالشفاء. تفضل صح عليكم. يعطيك الصحة. نحن باش نعبوا كروشنا بالكسي وانت عبيها بالشرب. شوية الحلويات. قل لي من الشبو امشوا قبلوا من هنا. شبها صدقوني يا جماعة، أول مرة في حياتي ناكل كسكسي بالبنة هذه. هذيك ترتيب تفتر هاني خاطي متخلي السعدي. وانتي يا مينا عجبك ترتيب تفتر
يعطيك الصحة بنيت هاي الحراير ولا بلاش توا برك باش نتهنى على السعدي ولدي وفي تكمل على بخير خضايا يا راجل مش معقول وزيد اشرب البن ويس هني ماشي لا يا راجل زيد كمل الديسير متاعك نزيد كمل ناكل الحمد سي سي ايه غفل لاباس هاك لديت لي قول لي ساعة واش بيك ماكش مع الجماعة الداخل ولا طردوك مش تحكي انت من جماعة السعدي ولد اختك ما هي اليوم خطبتوا على بنت عباس زيد قول لي يا ما في بالك شي ولا تعاركتوا جملة واحدة اولا والسعدي ولد اختي ما نتعاركوش ثانيا الخطبة في بالي بها وما نحبش نحضر فيها ثالثا اش حك شعيرك لي تجيني واش يهمني انا ناس السعدي استدعاني باش ندخل للخطبه سي ايش السعدي استدعاك هاي ثبت هاي اللهم عنده السخانه لا سي لا هو اللي كنت عندي السخانه والسعدي الله يرحم والديه جاب لي الدواء هاو نشط وتوا سيدي بخاطرك بما انك انت ماكش داخل لا باش ندخل بشوي ساعه بشوي الله جاي اهبلت لا باش تخليك تدخل وحدك اصبر حتى ندخلوا جميعا حتى انا نعرفك وليدها ما تخليش بولد اختك يا سعيد شكون تكلم سعيد الو لومبيلونس ايه حبيت نعلمكم سي علي الملاخ في دار عباس الامورك لا ننصحكم باش تجوا فيه سعيد وشي هسي سعدي هالسيد كان مزروب كل ما نكلموه يقول هاني ماشي يا ذبيه ولا راقد سي حتى هو ترسها بالكسكسي والبن والدجاج العربي والشرب فطر فطور زوز من الناس مش فاليه ما نحسدوش لكن يا اخي واش يكون منكم الراجل هذا احليلي هنا يا خوي نايا هي اللي باش نسهلك انت باش نقول ليك واش يقرب ليكم هو اخي وشي الحكايه هسي سعد السيد هذا شكونه حتى ناس انا ما نعرفوش في بالي يكون منكم انت أحليه تسلموا على راجل بالحبلة وتقولوا ما نعرفوش يا سيد يا سيد يا سي عباس برد دمك بشوية الراجل ذي في دار أطنوضوا بسياسة ونعرفوا منه الحكاية يعطيك الصحة يا سي سعد يعطيك الصحة عباس راهو ديما ناقص السواق يا سي محمد يا سي محمد صح النوم يعطيك الصح اما حقك خليتني زطرقت شويه اما تسالش عملت تعصيله تعمل كيف حبينا نتعرف واش اسمك هاني ماشي لا لا هاك ما تزلت قاعد انت واش اسمك الاسم هاني واللقب ماشي تسمع هاني سعدون اسمه هاني ماشي تشرفنا يا سي هاني ماشي سيادك سعباس بن محمد بن عباس العفاس إيه نعم سيدي بدك تعريف نتاعك نعم نعم في داري وتطلبني في بطاقة تعريف نتاعي شكون سيادتك نقدم لك روحي هاني ماشي عادل تنفيذ أشوم يا لوسي مش لوسي عادل تنفيذ وهذا الاسم الصحيح وأنا الكاتب نتاعه مكلفتني بلدية باش نسلمك تنبيه باش تخرج من المحل اللي كريتولك ومكش مخلص كراه عندك مهلة بثلاث أيام بكاش تجي الشرطة تخرجك بالسيف هاد بطاقة تعريف واجي صح لي هولي بالله بالله ناي عندي مهلة بثلاث أيام باش نخرج من المحل وانت عندك ثلاثة دقايق باش تخرج من هنا ما كانش نقض عليك يا سي عباس يا سي عباس برد دمك سعدي من فضلك هني عايش خواتي قولي راش كنا حي المقعلة من يدي لين عوض علينا يقتلنا ما تخافيش هسعدي يا الحنانة ما تخافيش راهو نعرف عباس مستانس بالنصر هي حسبناش يثنى هرام فاش تستنى ورينا عرض كتفك يا سي عباس براسي اللي عز عليك صحح لي اخرج البرد اخرج من محلي اخرج برد عرفتها باش تتحرب وتوكل بعدك السعد وش لازك تستدعى في وجه البصائر
لا ما سدعيتوش اش مجايبوا هذا؟ ملا عباس وملا هو عمل فيها صياد في داره وشاد مقرومكش عليه هجم عليها فرخ حجم. ايه علي الملاخ بجاه ربي عاوننا بسكت راهو كلامك عسل لي يقطر. خينا واش قلت ليها سعد اخويا؟ قلت ملا عباس وملا هو ملا هو هرفيك بهالمقرونه يا عباس. ابا بخلي نح علينا المقرونه. ناخرتيني سي سعيد ثم بجريح اي ثلاثة والرابعة ودايخ عاونونا شوية عاونونا شوية عاونونا شوية سيس عليك سيس مغرب اي سيبا قدادة ونقدوا وندقوا مسامير في الهواء ويشدوا سي سادي سامحني سبوا الصنادق